قضية الإمام الحسين عليه السلام لا تنحصر بطائفة أو دين، فقصة الشاب البابلي كريستيان الذي يعتنق الديانة المسيحية سخر وقته وعجلته الخاصة لنقل زوار الأربعينية بالمجان، والذي يعد مثالا لكل معاني الإنسانية والأخلاق. بعد أن ودعت بابل آخر زائر باتجاه كربلاء، ينتظر أهالي مدينة الحلة العائدين من الزيارة لتقديم الخدمات ولإيصالهم لمنازلهم أو لنقلهم إلى حيث يشاءون مجاناً. ومن الجميل أن يشارك في تقديم خدمة التوصيل كريستيان سمير، شاب مسيحي يستخدم عجلته الخاصة لنقل الزائرين مجاناً. خدمة الزوار بالمواكب كل عاشور، ومن تخلص الزيارة أقوم أنقل الزوار بسيارتي المناطق سكنهم، لأن الإمام الحسين للإنسانية ليس لدين أو طائفة أو مذهب، وإحنا نمشي نسير على ما قال جدنا وهب الحسين، نحن والمسلمون يدا واحدة ضد أعداء الإنسانية. يرحبون بي ويقولوا لي هذا عمل كلش حلو جيد، ويشكرون من عندي ويقولوا لي إن شاء الله كل سنة تسوي هيك وأكثر، وإن شاء الله كل سنة أسوي الأكثر من هذا. مسيحيين في بابل قلوا هم هسه، لان ماكو فرص عمل عندهم، تعيينات ماكو، فسافروا اغلبيتهم، فبقت عوائل قليله، يعني ما يقارب 5 عوائل 6. يقوم اخرون بذات العمل الذي يقوم به كريستيان، ويرون ان ما يقدمه من خدمه هي بدافع انساني واخلاقي، وان مدينتهم كانت وما زالت لا تفرق بين الطوائف والاديان. كانت عندنا في الأيام السابقة مواكب عزاء، مواكب خدمية لتقديم الخدمات للزائرين. بعد ما خلصت المواكب الخدمية أو قلت المواكب الخدمية، التجأنا إلى الخدمة بالنقل المجاني بسياراتنا الخاصة. هذا الشيء يثبت للعالم أجمع أنه إحنا العراقيين بكل طوائفنا وبكل أدياننا وبكل معتقداتنا إحنا جسد واحد وقلب واحد، ولله الحمد. هذا يحرك عندي كل الحوافز، يعني أنا بالنسبة لي مسلم وهذا واجب علي أسوي، كيف هو مسيحي؟ يعني حسسني بأن دين الإسلام هو الحق، وأن الحسين هو درب الحق، لو ما درب الحسين ما هتدى المسيحي والصابي واليهودي، وهو الله سبحانه وتعالى جعله هدى للمسلمين والبشرية كافر. قد يرى البعض أن قضية الإمام الحسين عليه السلام لا تتجاوز العبرة والعبرة، لكن الحقيقة أن المسألة لا تحصر بمعنى أو طائفة أو دين، فهو عنوان للإنسانية ولكل البشر، يقول أبناء المدينة. من محافظة بابل، علي فليفل، الرشيد.